وشكر الأمير بسرور، ثم توارى بلمح البصر تاركاً بعض الأثر، ثلاث شعرات من شاربه ليحرقها الأمير كلما أحس بالخطر. ثم وصل إلى المدينة وقد لفها الصمت والسكينة، فتجاوزها على أن يعود بعد أن يفي بالوعود، وفي الطريق تعرف إلى أرنب رفيق سيكون خير صديق ويصحبه في كل الرحلات ويشاركه كل الملمات. هل يتجاوز المأزق؟ وأولها مأزق القصر الأزرق عندما تحولت الأحجار إلى أناس لخطأ يعود لرهافة الإحساس التي يتمتع بها الأمير، فبات في موقف خطير. احذر أن تلمسه. إنني أتأمله. قد وصلنا. يا إلهي، ما أجمل هذا الطائر الذهبي. هل ستضع الطائرة في القفص الذهبي؟ وهل يليق بهذا الطائر الذهبي غير قفص ذهبي؟ احذر يا صديقي. أوه، دعه يتصرف أيها الأرنب. لماذا لا تريدني أن أضعه في القفص الذهبي؟ لأنه سيموت فورا. هذه إحدى لاعب الساحرة النارية. اللعنة، لم يكن ينقصني إلا هذا الأرنب الممزوخ. ضعه في القفص الخشبي ليبقى سالما. شكرا لك يا صديقي. لنذهب بسرعة. هيا بنا نذهب. انتبه أيها الأمير، إنه رجل عجوز. ماذا تفعل هنا يا هذا؟ إذا جئت تسرق طائري الذهبي، أليس كذلك؟ أيها الحراس، أمسكوا بهذا النصف الوافع. وأخيرا وقعت أيها الأمير الصغير، وقعت. أرنوب، هيا يا أرنوب، أنقذه إن كنت تستطيع. أرنوب، هيا يا أرنوب. ها
هل سيتمكن من حسم الأمر؟ أنا واثق من ذلك. قل لي أيها الشاب، كيف دخلت القصر؟ كانت البوابة مفتوحة يا مولاي، ولم أجد أحدا يعترض طريقي. حتى وإن لم يكن أحد يعترض طريقا، كيف تجرؤ على ذلك؟ ألا تعرف أن ذلك قد يودي بحياتك؟ أعرف يا مولاي، ولكني ما جئت إلى هنا إلا لكي أنقذ المدينة والقصر من سحر تلك المشعوذة النارية. فكرة لم تخطر في بالي، لكنها رائعة. تبا لك أيها الأمير الماكر النعيم، جئت لتنقذهم مني؟ أنا وأنت والزمن طويل أيها الأمير النعيل. أحسنت أيها الأمير الصغير. وكيف عرفت أمر هذه الساحرة؟ ومن لا يعرف أمرها يا مولاي؟ شرورها مزروعة في كل مكان ولم يتمكن منها أحد. وهل تعرف أين هي الآن؟ الآن لا أعرف يا مولاي، لكن سيأتي يوم أصل فيه إليها. كان يورثني قطع الطائر الذهبي، طائري أنا الذهبي. ماذا تقول في ذلك أيها الشاب؟ معاذ الله أن أسرق الطائر يا مولاي، لكن الفضول دفعني لأن أمسك به وأتملى جماله الأخاذ. حقا؟ هل ترى أنه جميل؟ بل لم أرى أجمل منه في حياتي. مولاي، الأمير كان ينوي أن يتعلم الطيران بوساطة هذا الطائر، وكنت أعطيه الدرس الأول. ابن البدين يريد أن يتعلم الطيران. ولما يا والدي؟ وهل يمتاز عني الطائر بشيء؟ فهو يطير وأنا أبقى سائرا على الأرض. كفى أيها الوزير، أنا فقط وحدي أستطيع الضحك على ولدي البدين. إذن لا تريد أن تبقى سائرا على الأرض؟ نعم يا والدي. تكاد تصبح فيلا يا ولدي، هل رأيت في حياتك فيلا يطير؟ فليغفر لي مولاي إن قلت إن الأمير لا ينوي الطيران كالطائر، بل يريد أن يتعرف كيف يطير الطائر حتى نحضر له شيئا مشابها يمكن الجلوس عليه والطيران بوساطته. فكرة رائعة. ولكن ما هو هذا الشيء المشابه الذي يمكن الجلوس عليه والطيران بوساطته؟ الحصان المجنح يا مولاي. الحصان المجنح؟ أريد الحصان المجنح، أريد الحصان المجنح يا والدي، أريده حالا. رويدك يا بني رويدك، لنعرف من أين يمكن الحصول عليه. الحصول عليه صعب جدا يا مولاي. وهل يصعب علي هذا يا أحمق؟ أليس كذلك أيها الوزير؟ نعم يا مولاي. فليسامحني مولاي إن أسأت التعبير، فأنا لم أقصد الإساءة. حسن. والآن أيها المعلم، قل لي من أين يمكن الحصول عليه؟ الحصول عليه يحتاج إلى رجل خارق. وهل هناك خارق غيري في هذه المدينة أيها المستعجل إلى دق عنقه؟ إنما قصدت يا مولاي من فك سحر المدينة هو المخول بالحصول عليه. هل تقصد هذا الشاب؟ نعم يا مولاي. اقترب أيها الشاب لأرى لماذا أنت خارق. إنك نحيل جدا، وابن البدين في حجم 4 من أمثالك، إذا لماذا أنت خارق؟ لا أعلم يا مولاي إن كنت خارقا، ولكن سيكون لي عظيم الشرف أن أقدم هذه الخدمة الصغيرة مقابل منحتكم الكبيرة لي إذ أبقيتم على حياتي، وما هذا إلا حلم منكم وعطف عظيم. حسن
والآن أيها المعلم، من أين سيأتي به؟ لقد قرأت في الكتب جميعا إنه محتجز في قصر الساحرة النارية. أيضا اللعنة. لا تقلق يا مولاي، سأبذل جهدي لإحضار هذا الحصان من تلك الشريرة اللعينة. ولكن ماذا أيها الشاب؟ لن أتمكن من ذلك ما لم أخذ معي طائركم الذهبي. رائع يا صديقي، ولكن لا أريد. بل تريد أيها الولد البدين، فليأخذ هذا الطائر. أنا في شوق كبير لأن تعود بالحصان المجنح كي أمتطي وأطير فوق المدينة وأشاهد القصر من أعلى. إنه لي وأنا من سيمتطي. لا، أجربه أنا أولا ثم تأخذه أنت. حسنا أيها الشاب، ولكن ما الذي يضمن لنا إن حصلت على الحصان المجنح أن تعود به إلينا مع هذا الطائر؟ سؤال ذكي. يستطيع مولاي أن يرسل معي بعضا من جنوده ليتأكد من حسن نيتي. لا داعي للجنود، سأكتفي بأخذ رهينة منك. كل ما لدي هو في خدمة مولاي. سأخذ هذا الأرنب. سمعا وطاعة يا مولاي، ولكن ما هذا الأرنب إلا حيوان يأكل العشب، وأنا أحمله معي لكي يكون زادا لي حين أجوع. إنه لك يا مولاي، وأنا أستطيع أن أستعيد عنه بطريدة أخرى. حسن، لا أريد الأرنب، سأكتفي بهذا الخاتم. إنه هدية من أمي الغالية، سامحيني يا أمي، أنا مضطر إلى إعطائه هذا الخاتم العزيز من أجلك فقط. هذا الخاتم من أنفس الحلي في العالم، والماسات التي عليه من أغلى الجواهر وأثمنها، وأنا لا أستطيع التخلي عنه فعلا. إنه رهينة تستحق أن أعود من أجلها. تفضل يا مولاي. خاتم ثمين وماسات نادرة، يمكنك الانصراف الآن، رافقتك السلامة. إلى اللقاء يا مولاي. تباً لك أيها الملك الغبي، أما أنت أيها الأمير فحسابك معي عسير. اللعنة، تباً لمدينتك الغبية، تباً لحاشيتك الغبية. لا تستحقون إلا أن تكونوا حجارة. يخيب ظني بك أيها الأمير، أنت ذكي وشجاع ونبيل. متى تنهضين ثانية أيتها العزيزة؟ متى تعودين كسابق عهدك مرحة باسمة؟ متى؟ أرجو أن يهدأ بالك يا مولاي، ستشفى مولاتي الملكة
بإذن الله. أتمنى ذلك. ولكني لن أهدأ ولن أطمئن حتى أرى أولادي جميعا عائدين بسلام. كل ما تتمناه سيتحقق يا مولاي بإذن الله. الوقت يمضي سريعا ونحن نقبع هناك فأرين. بل الفئران أكثر حظا منا، فهي على الأقل تملك أسنانا تأكل بها الحجر. أما نحن فلا نملك إلا الانتظار والملل وربما الفشل. لا تنطق بهذه الكلمة مرة أخرى، لا أريد سماعها أبدا. أسنان تأكل الحجر، صحيح، أحسنت يا أخي، نحن بحاجة لأسنان تأكل الحجر. تقصد نحن بحاجة لآلة حادة نحفر بها نفقا يؤدي إلى الطرف الآخر من الجدار. ها؟ هجل. فكرة حسنة، قد تنجح في ذلك، ولكن بعد أن تطول لحانا إلى أقدامنا ونبلغ من العمر. وهيهات أن تطول لحانا، فالمقصرة ستكون الأسرع إلى رقابنا منها. نعم هذا صحيح، لقد اقترب يوم غضب الأميرة ونحن لم نفعل شيئا. أيها الحراس، أيها الحبقى، أخرجونا من هنا في الحال. أسمعتم أيها الأغبياء؟ حقا ستعيد لهم الطائر الذهبي؟ الطائر الذهبي ليس ملك أحد، سأستعين به في رحلتي ثم أطلقه بعد ذلك. الطائر خلق ليطير يا صديقي. شكرا لك أيها الأمير النبيل على العزف الجميل، بل لأنك أبقيت على حياتي وأعطيته خاتمك الثمين عوضا عني. ومن سيدلني على الطريق لو تركتك هناك؟ أعرف أنك تمزح وأنك لا يمكن أن تتركني فريسة لهم، حتى لو أني مجرد أرنب عادي يأكل الجزر. صحيح، قل لي كيف تنازلت عن خاتم النفيس بكل هذه البساطة؟ صدقني لم يكن الأمر سهلا، خصوصا أنه هدية من أمي، لكن حياتها أثمن بما لا يقاس من هذا الخاتم. أحمد الله أن ذلك البدين المدلل لم يلحظ آلة الناي وإلا كان استولى عليها. أريدها يا والدي، أريدها يا والدي. كيف كنت ستدافع عن نفسك إذن؟ لا أريدك أن تظن أن بالألحان وحدها يدافع الإنسان عن نفسه، هناك العديد من الأسلحة غير المؤذية القادرة على حماية الناس، كما فعلت مع صاحب القصر الأزرق وأشياء أخرى. مثل ماذا؟ لا أستطيع التحديد، لكل مشكلة حل يناسبها، وأنا لا أعرف بعد ما سيواجهني من مشكلات، خاصة ونحن في طريقنا إلى قصر الساحرة النارية التي لن توفر أصغر شر من شرورها كي تضعه في طريقنا. الساحرة النارية، أنا قادم أيتها الشريرة. إنني أتحرق شوقا لأرى كيف ستدافع عن نفسك دون سلاح. فلنمضي يا صديقي، فالوقت يمر مسرعا غير آبه براحة إنسان. هيا.
تقولي لي وصفتي؟ هل أنا عظيمة؟ لا يختلف اثنان على ذلك يا مولاتي. وهل أنا عادلة؟ كل العدالة يا مولاتي. وحنونة؟ كل الحنون. ورقيقة؟ كل الرقة. ياه ما أرقني، يا لمدينة الجميلة، يا لمدينة الوادعة، أشعر أني أحب الجميع. أحبك يا وصيفتي مولاتي. أجل يا وصيفتي، أنا أحبك جدا. أطلبي ما تشائين وأنا سأنفذ لك كل ما تريدين. أصحيح يا مولاتي؟ طبعا طبعا. حريتي. حريتي؟ نعم يا مولاتي. وهل هي شيء يؤكل أم يلبس؟ كلا يا مولاتي. إذن هي نوع من أنواع الحيوانات. كلا يا مولاتي. المجوهرات من أجمل يا مولاتي. وصيفتي، وهل هنالك أجمل من مجوهراتي؟ أقصد إنها ليست مجوهرات. وما هي إذن؟ إنها كلمة تقال. كلمة؟ نعم كلمة يا مولاتي، ومعناها أن أعود إلى أهلي. تريدي أن تعودي إلى أهلك وتتركيني وحدي يا وصيفتي؟ معاذ الله يا مولاتي. حسنا، إذن لابد من زيارة المساجين المساكين. إلى اللقاء. نذير. أيها الأميرة، كيف؟ أف. تعال. ماذا تريد؟ خذا. زهور؟ لابد أنه يوم زهر الأميرة. لم تحزن، إنه يوم زيارة الأميرة. زيارة الأميرة؟ نعم، في مثل هذا اليوم من كل عام تزور الأميرة السجناء وتتفقد أحوالهم. ما تقول في هذا يا أخي؟ هل نطلب منها العفو؟ لم أطلب العفو في حياتي من أحد سوى والدي، والآن تريدني أن أسمح عذر هذه الأميرة؟ إنه أجراء مؤقت فقط. كي نخرج من هنا ونتابع باتجاه الشمال لإحضار زهرة قوس قزح، ثم نعود إلى هذه المدينة التعيسة لندمرها عن بكرة أبيها، ونذيق هذه المجنونة ما لذ وطاب من العذاب. فكرة معقولة. الأميرة المبجلة وصلت. الأزهار للزهرة يا مولاتي. بل وجدت الأزهار
كي تنفرط أمام سحر مولاتي وجمالها. يا عين، كم يليق هذا السلام وهذا الكلام بأميرة مثلي؟ إن رآها القمر ينام غيظا. صدقت يا مولاتي، يا أجمل ما رأت عيناي وأعذب ما سمعت أذناي. وأنت ماذا تقول؟ أنت أيتها الأميرة جد جديرة بأن تأكلي فطيرة. ماذا؟ فطيرة؟ فطيرة كبيرة عليها جواهر كثيرة. حسنا، فكرة لا بأس بها، ولو أن الجواهر لا تؤكل. قولا لي، هل ينقصكما شيء؟ هل أنتما مرتاحان هنا؟ كل الراحة يا مولاتي، لكن ماذا؟ قل. نحن أميران من المملكة السعيدة، كنا نتجه باتجاه الشمال لإحضار زهرة قوس قزح لأمنا المريضة، وعندما جئنا إلى هنا ارتكبنا أعظم خطأين في حياتنا، وهو أنه أحزناك في يوم فرحك وأغضبناك في يوم حزنك. ونحن أيتها الأميرة، وفي هذا اليوم، يوم زيارتك المشهودة، نرجو العفو ونطلب الصفح كي نتابع رحلتنا عبر الوهاد والتلال ونتجه نحو الشمال. لقد أحزنتني قصتكما وشوقتني رحلتكما، وأنا لا أشك أبدا في أنكما أميران نبيلان من سلالة نبيلة، لذلك قررت أن أكون في يوم غضب عادلة معكما، وبما أنكما أميران سأعد لكما احتفالا يليق بكما. شكراً أيتها الأميرة الكريمة. سأقتلكما قتلة تناسب حضرتكما. ولعن اذهب إلى قصر الساحرة النارية أيها الأمير. هل يذهب الأمير بعد هذا التحذير؟ يبدو أن في الأمر خطورة كما تنبئ الأسطورة. للمملكة السعيدة أنت النجاة، يا زهرة الحياة عيد الفرح، للمملكة السعيدة أنت النجاة، أنت النجاة.